بطبيعة الحال الجمهور الرياضي المغربي يترقب تحسن أداء المنتخب الوطني على اعتبار أن المقابلة الأخيرة الودية يوم الثلاثاء الماضي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد اللعيبة الرباط أمام منتخب بلاك ستارز أو النجوم السوداء لغانا عرض لم يرضي المناصرين والجمهور الرياضي المغربي على اعتبار مجموعة من الاختلالات التي اعتلت الواقع والأداء العام للفريق الوطني خصوصا في شق خط الوسط والخط الأمامي على اعتبار دفاعيا وعلى مستوى حراسة المرمى هناك اطمئنان كبير بحكم الصلابة الدفاعية. الفريق الوطني من خلال مقابلة غانا ومن خلال اختيارات المدرب وحيد خليل وزيت في بعض المراكز التي بالفعل تدعو للاستغراب ولطرح تساؤلات كبيرة هو بالفعل أو على مستوى المنطق يتحمل مسؤوليته كاملة في اختياراته وكما قال عقب نهاية المقابلة التي لم ترضي في مجملها كأداء الجمهور الرياضي المغربي ولكن برغم ذلك قال المدرب وحيد عقب نهاية المقابلة أنه راضي على عطاء اللاعبين وعلى أنه مقتنع بنتيجة المقابلة وبأداء اللاعبين هذا الكلام لوحيد خليل وزيج. المؤكد وأنه في مقابلة غانا الثلث الأخير للملعب المغرب أو المنتخب الوطني المغربي لم يكن بالفعالية اللازمة على اعتبار العقم الكبير في خط الوسط الذي افتقد للابتكار وللمسة الأخيرة التي بإمكان أن تكون نقطة إضافة للخط الأمامي الذي كان معزولا من الطرف الثنائي النصيري وكذلك اللاعب منال الحدادي. على أي مقابلة غانا يعني اللي كان فيها أهم وتأمين خدينا ننظر على الخط الدفاعي للفريق الوطني اللي كيلعب بطبيعة الحال بحراسة مرمى بحارس متمرس قيمة بونو وبخط دفاعي بشكل 3-5-2 اللي كيتشكل من ثلاثي سعيس ليميق ونايف أكرد وفي الأظهرة هناك حكيمي والوافد الجديد اللي كان كيفما بغى يكون الحال في أول مقابلة له كان في المستوى لا ظهير أي من الفرق الوداد أيوب العملون في غياب الظهير الأيسر الرئيسي آدم ماسينا. أيضا في الشق الدفاعي ونضيف كذلك لعب سوفيا مرابط كلاعب ارتكاز أو ريكوبيراتور في خط الوسط. إذا تأمين الشق الدفاعي للفريق الوطني يمكن فيه واحد يعني اطمئنان كبير الاعتبار حتى في إحصائية كأس فرق الأمم لم تدخل لمرمى الفريق الوطني إلا هدف واحد وهذا يعطي الإطمئنان بأنه كبلوك ديفونسيف أو ك يعني منظومة دفاعية الفريق الوطني يمكن نقول في تحسن كبير وكبير جدا. إنما المشكل الكبير غياب لاعبين مبتكرين في خط الوسط الشيء اللي يمكن يكون كامداد للخط الامامي اللي يعطي الانتعاش الهجوميه المرتقبه من طرف الجمهور المغربي. هذه مقابله تطوى اللي ربحنا فيها كذلك وانه هناك ارتقاء وربح النقط و تسلق درجات ترتيب الفيفا الذي سيكون مفيدا في لقاءات السد القادمه لكاس العالم على اعتبار المنتخبات الخمس يعني المحتله الصفوف الاماميه ستستقبل في لقاءات السد الخاصه كأس عالم قطر 22 داخل أراضيها وهذا امتياز كبير للفريق الوطني. خصمنا في المباراة الثانية بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد العزيز السبت القادم ومنتخب خيول بوركينا فاسو المنتخب بوركينابي اللي يمكن تعتبر 15 سنة الأخيرة واحد من أفضل 10 منتخبات إفريقية. منتخب تطور بشكل كبير بدايته الأولى كتألق تاعو سنة 1998 لما انضم نهائية كأس إفريقيا الأمم بأراضيه وكان كيدربو آنذاك مدرب السابق للفريق الفاسي فيليب تروسي الفرنسي واللي احتل الرتبة الرابعة. منذ ذلك غادي يتسلق الفريق الدرجات وغادي يمشي حتى 2013 غادي يلعب مباراة نهائية تاريخية مع منتخب زامبيا اللي كان كيضربو هيرفي رونار وغادي يحتل الرتبة غادي يحتل الرتبة غادي يلعب عفوا غادي يحتل الرتبة الثالثة وفي 2017 وفي 2013 غادي يلعب مقابلة نهائية وغينهزم أمام زامبيا. في الوقت اللي في كما قلت 98 غادي يحتل الرتبة الرابعة بالنسبة للمنتخب الإفريقي بإمكانات يمكن نقول متواضعة ماديا يوصل لهذه المراتب. هذا دليل أنه الأقدام لاعبين البوركينابيين يعني تزينوا ذهبا والكثير منهم رجع للاحتراف في الديار الأوروبية. المنتخب البوركينابي تأهل بجدارة واستحقاق في الإحصائيات المؤهلة لكأس أفريقيا القادمة بالكاميرون بدون عناء في المجموعة الثانية أتى الأخضر واليابيس 3 انتصارات 3 تعادلات دفاع قوي جدا يقوده بطبيعة الحال المدرب ابن البلد مالو كامالو المدرب الصارم الذي أخلق رجة داخل منتخب بوركينا فاسو بإبعاد مجموعة من نجوم فريق سابقا وفسح المجال العديد من المواهب من ضمن يرافق لأن لعب مقابلة ودية بأبيدجان مؤخرا وهزم 2-1 وقدم عرض قوي على جميع المستوى الأصعدة وأعطى إشارات بأنه منتخب سيكون له شأن كبير في مجال كرة القدم الإفريقية. بالنسبة للمنتخب
البوركينابي فهو كيتوفر واحد مجموعه من النجوم من ضمن اللي كيحضر للمره 11 غادي يتاهل كاس افريقيا الامم النهائيات، كيتوفر مجموعه من النجوم من ضمنهم انا الشقيقه انا وبرتران تراوري الذين يحترفون في دوريات اوروبيه كبيره ومستويات كبيره. تراوري بطبيعه الحال كيلعب فريق استون فيلا، وهناك كذلك الهداف تراوري لاسينا لاعب فريق اجاكس، ونضيف كذلك لاعب فريق ستاندر ليج تابسوبي ابيدو الى غيرهم من اللاعبين اللي كيشكلوا النواه الحقيقيه لمنتخب بوركينا فاسو، وفسح المجال مجموعه من اللاعبين المحليين. المدرب امالو كما قلت او كامالو مالو فتح المجال ل 33 لاعب كيتواجدوا معه الان، 6 منهم في الدوري المحلي وفيما 27 لاعب محترف. منتخب كيعتمد على اللياقه البدنيه العاليه، على الالتحامات، على النقله السريعه من خط الوسط للخط الامامي. ممكن يكون الا لقاء قوي واختبار مهم لاسود الاطلس في هذه المقابله. المنتخب البوركينابي كذلك يمتع ويمزج بين الاسلوب الفني واللياقه البدنيه العاليه، وسبقنا واجهنا المنتخب محطات عديده وفاز علينا مره واحده سنه 1995 بواغادوغو 2-1، عدا ذلك اما فوز او تعادل للفريق الوطني سواء ببوركينا فاسو او بارض الوطن، وفي لقاءات وديه كثيره. مره واحده التقينا مع هذا المنتخب في نهائيه كاس افريقيا الامم سنه 2002، وعلقت على المقابله انا ذاك بمدينة سيغول المالية، واللي انتهت 2-1 لفائدة أسود الأطلس. الفريق الوطني بطبيعة الحال أو المنتخب البوركينابي منتخب يسعى لتسلق الدرجات على المستوى الإفريقي، وسيكون اختبار مهم لأسود الأطلس. المنتخب الوطني المغربي يمكن القول بأنه ننتظر مجموعة أشياء بالنسبة للإطار الوطني أو المدرب الوطني وحيد خليل لوزيتش لفسح المجال واحد مجموعه من اللاعبين، لاعتبار ظهر بعض الارتباك وظهر بعض يعني المردود الغير مقنع في بعض المراكز، وان كنا ننتظر عوده زياش اللي يدخل رسمي من الاول، وكذلك عوده المصاب ادم ماسينا اللي يمكن تكتمل الصفوف. يمكن نشاهد واحد 4 و5 ديال التغييرات عن امتداد دقائق المقابله، واللي نتمنى في هذه المباراه وانه يدخل وحيد خليل لوزيتش بالتشكيل الرسمي لنعرف 11 لاعبا الذين قد نعود عليهم مستقبلا. فبذلك قد نترقب بعض دخول بعض اللاعبين من ضمنهم اشرف بن الشرقي. اشرف بن الشرقي يمكن نقول بانه طال انتظاره كبديل او كدخول لبعض الدقائق على قله المقابلات التي حضر فيها. يلزم نعطيه فرصه من الاول للوقوف على جاهزيته. شانه في ذلك شان اشرف الزعر اللاعب الذي هو الان بدون فريق وظهير ايسر، يمكن يدخلوا المدرب باش يوقف على قدرته بصفه نهائيه في الوقت اللي ننتظر كذلك فسح المجال لفتح الرجاء الوعيد سفيان الرحيمي اللي لم يلعب اي دقيقه في المباراه الاخيره. نتمنى كذلك فسح المجال للاعب الياس الشاعر لاعب فريق كوينز بارك رونجرز، واللي شاهدتونا شخصيا في مقابلات عديده عنده امكانات مهمه جدا، ف صحيح وقصير قامه، ولكن يمكن نشوفوا مع زياش في خط الوسط، نشوفوا منظومه لاعب اخرى على اعتبار هذا التشكيل الشكل اللي كيلعب به المدرب وهذا النهج التكتيكي 3-5-2. يمكن هو مقتنع بهذا المردود، ولكن باش تلعب بهذا التشكيل بهذه الطريقه وبهذا النمط بهذه المنهجيه كيلزمك اظهره يكونوا بواحد الرشقه كبيره على مستوى الامدادات جيئه وذهابا، ويلزم خط وسط يكونوا فيه مبدعين لاعبين بابتكار عالي لتنويع اسلوب اللعب وللتنشيط الهجومي. على اي اختبار ثاني مهم لاسود امام منتخب بوركينا فاسو، يمكن نقول لحسن الحظ انه تأجيل إقصائية كأس العالم لكرة القدم في شهر سبتمبر القادم فسح المجال الوحيد لتصحيح مجموعة من الاختلالات، لأنه كان من المفروض في هذا التوقيت إجراء إقصائية كأس أفريقيا أو كأس العالم لكرة القدم كما قطر 2022، ولكن هذا التأجيل فيه خير لكرة القدم وللفريق الوطني لتصحيح ما يمكن تصحيحه. ما بقاش وقت ديال التجريب كثير، لازم المدرب يوضع اللبنات الأساسية والتشكيل النهائي، الاعتبار هو الآن يقترب من سنتين وعلى رأس إدارة تقنية الفريق
الفريق الوطني، يمكن نقول بانه الساعة وسبعة اللاعبين هما اللي معروفين ورسميين عند الجمهور الرياضي. نبدا بحارس بونو، بحكيمي، بغانم سيس العميد، نضيف حتى ادم ناسينا حاليا المرابط، زياش والنصيري، تقريبا هذو هما اللاعبين اللي رسميين، وحكيم زياش بطبيعة الحال هما اللاعبين الرسميين اللي معروفين عند الجمهور المغربي. مراكز اخرى لا زال فيها نقاش. فقيل وقال هذه المقابله سيديرها طاقم تحكيم موريتاني، وخلالها نتمنى باش الفريق الوطني يصحح مجموعه من الاختلالات ويعطي واحد الصوره مطمئنه على الاقل للجمهور الرياضي، ماشي بالضروره الفوز، لاعتبار انه بلغه الارقام جرى المدرب وحيد خليل وزيج 13 مقابله مع الفريق الوطني، 6 رسميه و7 وديه، فاز وتعادل وانهزم مره واحده، تقريبا نفس الحاصله اللي كان حقق المدرب هيرفي رونار في بدايته الاولى مع فجل الفريق الوطني. على اي المدرب عنده راي والجمهور عنده راي، وفي كره القدم العصريه الان يمكن النتيجه تتغطي على الاداء والمردود العام. هو الشيء اللي قاله المدرب وحيد عقب نهايه مباراه غانا، قال بانه حقق فوز مهم امام منتخب كبير وبانه مقتنع بعطاء اللاعبين. فقلت للجمهور الرياضي كاين اختلاف وتضارب الاراء، البعض مقتنع والبعض الاخر غير مقتنع بهذا اللاعب او ذاك وبهذا النجم او ذاك. على اي المدرب عنده عقده اهداف مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وحسب رايه فهو في هذه الاهداف هو في طريقه لتحقيق البعض منها، والتأهل لكأس أفريقيا للأمم على اعتبار المأمول يمشي على الأقل دور نصف النهاية، وكذلك الدخول في شهر سبتمبر القادم في إقصاء كأس العالم. على أي لن أطيل عليكم، نترقب بأن نرى منتخب وطني مغربي لكرة القدم بصورة أكثر جاذبية، أكثر فعالية وأكثر إقناع يوم السبت القادم أمام خويا بوركينا فاسو بالمجمع الرياضي الأمير الملعب لعب الرباط مقابل السنتر في الساعة 8 ليلا. سيقودها من جديد أذكر الطاقم التحكيمي من موريتانيا، إلى اللقاء.